وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم بفضلك وجودك يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا من لدنك علما نصير به كاملين، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، وألبسنا ملابس أنوارك، خذ بأيدينا إليك في كل أمورنا في ليلنا ونهارنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان، ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم شتت شملهم، فرق يا مولانا بقوتك جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأسنتهم إلى نحورهم وقلوبهم وصدورهم. وانصرنا فأنت خير الناصرين، وارحمنا مولانا فإنك بنا أرحم الراحمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان، اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان. يا رحمن يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبتوفيق الله وعونه ومنه من فضله وإمداده، نواصل الشرح والبيان والفهم والإفهام في حياة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وبهذا أمرنا المولى تبارك وتعالى في قوله، وهو يحدثنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يصح لنا أن نتأسى بواحد لا نعرفه، لا بد أن نتعرف عليه. ولذلك قرأنا في هذا الكتاب ما يدل عليه بالعنوان: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. يعني لو أنك قرأت الكتاب لعرفت حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفته صلوات الله عليه معرفة عن قرب. وبهذا التعريف تستطيع أن تسير من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول: من اتبع سنتي فقد اتبعني، ومن اتبعني كان معي يوم القيامة في الجنة. وأكرم بها من صحبة. هل رأيت صحبة تعلو على صحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟
ولذلك صاحب الكتاب بدأ بثناء المولى عز وجل على حبيبه ويواصل الكلام بهذا النظام. ولذلك في الباب الأول في ثناء المولى عز وجل عليه، وفيه 10 فصول، وسنقرأ إن شاء الله على التوالي لنرى هذا الكلام منتظما في التعريف بحقوق المصطفى صلوات الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره. اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه. كلمة ظهر وبان بمعنى واحد، لكن كما يقول أهل اللغة هناك فروق دقيقة بين الكلمات. قد يجمع الكلمة مع الكلمة المعنى العام، ثم إن الكلمة تأخذ فرعا، وهذا الفرع يكون على المعنى الأصلي. فبان بمعنى ظهر، ولكن كلمة ظهر فيها وضوح للناس، ولذلك هي التي سارت على ألسنة الناس. وأما كلمة بان معناه أنه كان خفيا فبان، يعني فظهر. ولهذا لأبي الهلال العسكري كتاب يسمى الفروق اللغوية، يعني الكلمة مع الكلمة لها معنى أصلي، ولكن هناك فرق بين التعبير عنها بهذا اللفظ والتعبير عن المعنى الأصلي باللفظ الآخر، بينهما فرق، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم. الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن. نعم. كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. قال السمرقندي: وقرأ بعضهم من أنفسكم. نعم. بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب. لأنه قال لقد جاءكم، هل هذا الخطاب للعرب فقط؟ يصلح. طيب، لقد جاءكم أهل مكة؟ يصلح. طيب، جميع الناس؟ يصلح. وهذا هو الذي يقول، لأن رب العالمين إذا خاطب يخاطب العباد كله في كل زمان وفي كل مكان. لقد جاءكم يا عبادي، سواء كانوا عربا أو عجما من أهل مكة من غيرهم، الخطاب من الله لكل عباد الله. نعم. أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم
وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولادة أو قرابة. ولادة يعني نسب، قرابة يعني صلة. إذن الولادة معناها إيه؟ النسب. القرابة يعني الصلة التي تكون بين الناس وبعضهم. نعم. وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح. هذه نهاية المدح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعلاكم وأغلاكم، أن الشيء النفيس والشيء العالي. إذن العباد فيهم نفاسة، يعني فيهم من يكون غاليا نفيسا وعاليا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قمة العباد. إذن هو من أنفس العباد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هذه نهاية المدح. نعم. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة. هذا الضبط يحتاج إلى ضبط. محامد لأنها على وزن مفاعل، ومفاعل ومفاعيل صيغة منتهى الجموع، فهي ممنوعة من الصرف، تجر بإيه؟ بالفتح. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، هكذا قال ابن مالك. طيب، حينما ننظر في قوله تعالى لقد جاءكم، اللام تسمى بلام القسم المحذوف، ولذلك عند الإعراب يقال اللام موطئة للقسم. ما معنى موطئة؟ يعني أنها تعطيك إشارة تمهد لقسم لم يذكر. لماذا؟ لأنه إذا كان الدليل موجودا فإنه يستغنى عن المدلول عليه. يستغنى عن إيه؟ عن المدلول عليه. لقد جاءكم، كأن الله يقول وعزتي وجلالي لقد أرسلت إليكم رسولا منكم نسبا وقرابة، وهو من أنفسكم من أعلاكم، وهو من أنفسكم يعني كواحد منكم تعرفونه تماما، يعرفون أخلاقه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أنا إيه؟ أفصح العرب. طب لماذا؟ كيف يكون منهم وهو بهذه الصفة؟ لأنك لو تدبرت لوجدت أن كل عربي يتعلم الفصاحة من الذين من حوله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي علمه من؟ الله عز وجل. إذن لا بد أن يكون أفصح، لأن الله علمه لغة العرب بكل لهجاتها، إلا أنه لا يتكلم إلا بالفصيح. لكن إذا جاء وفد من الوفود لا يعرف لغة قريش، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يأتي بمترجم؟ لا، هو الذي يتكلم معهم بلهجاتهم، لأنه يقول خاطب الناس على قدر عقولهم، وقال علموا الناس على قدر عقولهم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب وهو أفصحهم، لأن الذي علمه هو الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هو أفصح العرب، وهو من أنفس العرب. لقد جاءكم
والفعل الماضي دائما يدل على التحقق. هذا ما عرفناه من لغة العرب وأسرارها، إذا جاء الفعل الماضي دل على إيه؟ على التحقق. ولذلك إذا أخبر الله عن شيء مستقبل وأراد أن يبين أنه متحقق في المستقبل جاءه بالفعل المضارع، يعني جاء بالمعنى ولكن بلفظ الفعل الماضي وليس المضارع. أتى أمر الله، ومعنى أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله. إذن عبر عن المستقبل بإيه؟ بالماضي، بيانا لتحقق وقوعه. ولذلك قال فلا تستعجلوه، لأنه لو كان ماضيا لا يصح أن يكون مع قوله فلا تستعجلوه. إذن فلا تستعجلوه هي التي دلت على أن أتى بمعنى يأتي، لكن لماذا عبر عن المستقبل بالماضي؟ بيانا لتحققه، وأنه واقع كأنه انتهى. لقد جاءكم رسول. من الذي أرسله؟ مولاه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل في أمر فإن كان قد جاء الجواب فيه من قبل يقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن فيه جواب ينتظر حتى يأتيه الوحي. لذلك لما جاءه أبو سفيان قبل أن يكون من المسلمين وسأله بعد أن تزوج بابنتي رملة، يا محمد أنت أصبحت زوجا لابنتي وإنا نريد أن ننهي ما بيننا وبينك من خلاف ومن معارك، وأخذ يتكلم في نهاية المطاف، ماذا يا محمد؟ قال أنا رسول الله. أنا إيه؟ رسول الله، يعني ليس لي من كلام، الكلام لله وأنا رسوله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم يا سيدي. من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإصلاحهم وشدة ما يعنتهم. وشدة ما يعنتهم. ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. نعم. قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم. ولذلك قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. والعنت معناه الاشتداد في الأمر، يعني كانوا يشتدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لو أنت وأنت، كان صلى الله عليه وسلم يعز عليه ذلك ويحزن. لذلك قال له مولاه لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن أنت إلا نذير، عليك أن تعطيهم ما أعطاه الله لك من الوحي تبشيرا وإنذارا، ودع الهداية لله فالهادي هو الله. إذن عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكونوا جميعا مهديين لتدخلوا جنات النعيم، ولكن هذا حرص من رسول الله، وأما الذي يهدي فهو الله. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا الوصف لله رب العالمين أعطاه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
لقد من الله، وأيضا اللام للقسم المحذوف، وقد تفيد التحقيق. قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد من الله على المؤمنين، تحقق من الله عز وجل الإكرام للمؤمنين ببعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذن هذه منة، لأن الذين كانوا يعيشون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتخبطون في الظلمات ويعيشون على حياة لا تسمى حياة بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بمنة الله عليهم فدعاهم إلى ما يحييهم الحياة السليمة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الحياة التي تسمى حياة هي الحياة التي على شريعة الله ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحد الشعراء كان يقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إذن الميت هو ميت الأحياء. من هو أيها الشاعر؟ قال: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، لا رجاء له في الحياة، ويعيش يتخبط في الظلمات، ويعيش على الإحن، ويعيش في المحن. إذن هذه ليست حياة. ولذلك الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون في ظلمات الجهالة، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، أي ظلمات الجهالة وظلمات الحياة التي لا تستقر لأحد، إلى النور، إلى نور العرفان بالله ورسوله. إذن هذه الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الله به علينا، لقد من الله على المؤمنين، إذ بمعنى حيث، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك يعني حينما جاء الرجل وقال: يا محمد، أنا جئتك وأرى دينك كله فيه الخير إلا ما كان من شيء واحد، أنا أريد أن أدخل في الدين لكن لا أصنعه. قال: ماذا؟ قال: أنا لا أحب هذه الصلاة. الصحابة: هذا مجنون. قال: ماذا تريد؟ شوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: هذه الصلاة تجعل أنفي في التراب، وأنا ما جعلت أنفي أبدا تزل لأحد، فكيف أضعها في التراب؟ يا محمد، أنا سأدخل الدين بشرط ألا أصلي. طبعا يعني مثل هذا الكلام لو قيل لأحد من الناس يقول له: لا، اذهب إلى النار وبئس القرار. لكن رسول الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: أدخل. الصحابة عجبوا: يا رسول الله، يعني هذا الرجل يدخل بيننا ولا يصلي؟ قال: دعوه، فإنه الآن لا يعرف ربه، يعني قبل الدخول في الإسلام لا يعرف ربه، فإذا ما دخل الإسلام وعرف ربه سجد له، لأنه يعلم أن السجود لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين.
وهذه عظمة الإسلام، أنه يأخذ الواحد شيئا فشيئا حتى يدخله. كان شيخنا العزاني رضوان الله عليه في بلدة من بلاد الريف، ريف مصر. طبعا يعني الفلاحون عندنا في ريف مصر فيهم خشونة، هي خشونة عدم العلم. كان شيخنا يعلمهم ويأخذ بيدهم. قال الذي حدثنا عنه، لأني رأيته لكن ما تتلمذت عليه، أنا توفي وعندي 10 سنوات، سنة 56. قال محدثي: فلما دخل هذه البلدة قال: يا سيدنا الشيخ، هناك واحد لا يريد الصلاة. قال: أين هو؟ فجاءوا به، كان يصلي الجمعة. تعال يا بني، لماذا لا تصلي؟ قال: يا سيدنا الشيخ، الصلاة كثيرة، 5 صلوات، صلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لا لا لا، ليس عندي وقت لهذا، أرى الفلاح وعندي أرضي وعندي شغلي. فالمشايخ الذين كانوا في البلدة، والله يا سيدنا الشيخ كلمناه كثيرا ولكنه لم ينتصح. فهدى الله شيخنا إلى حيلة، قال: تعالى، لو خففنا عنك الصلاة، يعني منها تصلي؟ قال: يعني أصلي كم وقتا؟ قال: تصلي الصبح ليفتح الله لك باب الرزق، تصلي المغرب لتشكر الله على الرزق. قال: ولا أصلي الباقي؟ قال: يكفيك هذا. فالرجل فرح، قال: نعم، هؤلاء هم المشايخ، ما أنتم فأنتم يعني. طبعا المشايخ قال: يا سيدنا الشيخ، يا أولاد، أنتم صنعتم ما صنعتم لم يصنع شيئا أبدا، لكن نحن الآن جعلناه يصلي وقتين، نأخذه شيئا فشيئا. ثم لاحظه شيخنا، فلما نزل إلى البلدة بعد أشهر قال: أين الرجل فلان الذي جعلناه يصلي الصبح والمغرب؟ قالوا: موجود يا سيدنا الشيخ، تعال، ما رأيك في الصبح والمغرب؟ يا سلام، والله يا سيدنا الشيخ، فتح من الله، الفجر يفتح الباب، وأشكر الله في المغرب، شكرا يا رب. قال: طيب، ألا تأتي في وقت الظهيرة لتستريح؟ قال: نعم يا شيخنا. قال: ألا تشكر الله بصلاة الظهر على ما قدمه لك في وقت الضحى؟ قال: صحيح يا سيدنا الشيخ، يعني الإنسان برضو يعني كرجل يجب أن يفعل هذا. قال: خلاص، صل الظهر. شيخ عرفوا أن شيخنا يداويه ويعطيه الدواء شيئا فشيئا، صلى الصبح والظهر والمغرب، ماذا بقي؟ العصر والعشاء. بعد عدة أشهر جاء شيخنا: هات الرجل فلانا، قال: تعالى، ما رأيك في الصلاة؟ قال: يا سلام، والله يا سيدي الشيخ، ده فتح قريب. قال: ما الذي بينك وبين هؤلاء الجالسين؟ قال: يعني هم يزيدون عني بوقتين. قال: ماذا ترى؟ ألا تصلي هذين الوقتين لتكون يعني على مثالهم؟ قال: لا، سأكون أعلى منه، سأصلي الوقتين وزيادة، أصلي من السنن ما شاء الله. إذن يعني الرجل مع التشديد عليه نفر، لكن مع الرأفة به والرحمة وصل. وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ طابع الرأفة والرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني لعلكم يعني كنتم معي وأنا أشرح في بداية قصيدة سيدنا كعب بن زهير. كعب بن زهير كان قد قال بيتين في رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الهجاء. فماذا كان؟
حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه. لماذا؟ لأنه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق برسول الله. فذهب أخوه بجير وقال: يا كعب، افتدي نفسك بنفسك من رسول الله. قال: ماذا أصنع؟ قال: اعتذر. هل يقبل مني؟ قال: إذا اعتذر فأنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذهب إلى القبائل ليستنجد بهم، فأكرمه الله فلم يقم واحد منهم معه، فرأى نفسه وحيدا. ماذا صنع؟ كتب اعتذارا في قصيدته المباركة التي تدرس إلى يوم القيامة، وهي البردة، بردة الحقيقية. ولما كتبها قال لأخيه: يا بجير، كيف أصل إلى محمد؟ طبعا يقولها لأنه لم يؤمن بعد. قال: إن كنت تريد الوصول إليه أنا أوصلك إليه. قال: ويقبل عذري؟ قال: نعم. أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قبول المعاذير. التمس لأخيك 70 عذرا، هكذا قال رسول الله، فإن لم يكن له عذر فله عذره، يعني الذي لا تعرفه. ولما أراد أن يسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخوه بجير: يا كعب، غطي الوجه حتى لا يراك أحد، فيأتي إليك ليقتلك ليأخذ الثواب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإطاحة رقبته، فغطى وجهه وسار مع أخيه، فكان الناس ينظرون إلى أخيه ولا يعرفونه، حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ذراعا في 60 ذراعا، يعني أقل من هذا المكان. فلما دخل سيدنا أبو جير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقبله، قال: يا رسول الله، أتقبل العذر؟ قال: نعم يا أبو جير. قال: حتى ولو كان من أخي كعب؟ قال: نعم. فأشار إلى كعب فجلس وقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأزاح الستار عن وجهه. فقام واحد من الأنصار بسيفه، قال: اجلس فقد جاءنا مسلما. اجلس فقد جاءنا، إيه يعني؟ خلاص الحكم انتهى، كان ذلك الحكم قبل الإسلام لكنه أسلم، انتهى. ولذلك لم تر في هذه القصيدة، إذا قرأتها لا ترى فيها كلاما عن الأنصار. لماذا؟ لأنه غضب منهم، أنه قام أحدهم ليقتله، ولكنه بعد الإسلام كتب فيهم قصيدة تخصهم رضي الله عنه. ولما وصل إلى قوله، يعني أخذ يقول قصيدته، مع أنه قال: بانت سعاد فقلب اليوم مكبول، كلام عن صاحبته سعاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن العرب يبدأون هذه البداية. فلما وصل إلى قوله: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلول، عدلها رسول الله. قال: لا يا كعب، قل: مهند من سيوف الله مسلول. هذا تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا جالسون وهم فرحون بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه واحتضنه، ثم خلع بردته
وألبسه إياه، فسميت القصيدة إيه؟ البردة، باسم الهدية. فلما أتم قصيدته قام الناس يهنئونه بتوبة الله عليه ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا في إطار بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك هذه البردة لم يستطع أحد أن يأخذها منه أبدا في أيام حياته. عرضوا عليه المبالغ الطائقة، لا بردة رسول الله دنيا كلها لا تساوي فتلة فيها. لكن بعد وفاته كانت عند ولده فأخذت منه بأي طريق الله أعلم. هذا كله في إطار قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. تفضل يا سيدي. وفي الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث، هو ضمير يعود على الله عز وجل، وجاء بالضمير ليبين أن الله يرى عباده ولكنه لا يرى، ولذلك جاء بالضمير ليدلل على أنه يدرك العباد والعباد لا يدركونه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم يا سيدي. وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. نعم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الله عنه، في قوله تعالى عنه في قوله تعالى من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من نسبا وصهرا. النسب يعني ما يكون من قرابة الإنسان عن طريق الأنساب، والصهر الزواج، والحسب يعني العمل الصالح. نعم. ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح. وورد في الحديث هذا قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح، يعني من نكاح صحيح، ولم أولد من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، لأن الله اختار له الآباء والأمهات حتى يكون دائما صلى الله عليه وسلم طاهر النسب إلى أبينا آدم. نعم. قال ابن الكلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 500 أم فما وجدت فيهم سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا. تقلبك أي وأنت نور في الساجدين، يعني في الأنبياء والمرسلين، يعني كان نوره صلى الله عليه وسلم ينتقل من نبي إلى نبي ومن نبي إلى رسول حتى أظهره الله عز وجل في آخر الزمان بصورته ومعناه، ليكون قد شرف الأنبياء والمرسلين أولا، ثم جاء في ختامهم ليكون خاتما لهم، وليكون بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ما قاله أهل العلم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم. وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة، ألبسه من نعته الرأفة والرحمة.
نعم. وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، سفيرا يعني رسولا، وجعل طاعته طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وموافقته موافقته. نعم. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أول المسلمين. إذا من كان من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع صنيع رسول الله صلوات الله عليه، إذا فهو طائع لله. لماذا؟ لأنه أطاع الذي أطاع رسول الله. فالذي أطاع رسول الله قد أطاع الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع مولاه. إذا لو أنك من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مطيع لمولاك كما كان من رسول الله صلوات الله عليه. نعم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الأسلوب فيه قصر، يعني رسالتك مقصورة على الرحمة، يعني لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرحمة. نعم. قال أبو بكر: محمد بن طاهر زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حياتي خير لكم وموتي خير لكم. ورد يعني هذا الحديث ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله إلى يوم الدين، سواء كان حيا أو انتقل عن حياة الدنيا إلى حياة مع الله. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لأمتي. يعني إذن هو رحمة، يعني يأتيه الخبر بأن الجامع الأزهر فيه كذا وكذا، وأن مكة فيها كذا وكذا، وأن الناس في مسجده كذا، يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الملك بأخبار من أهل السوء ومن الكافرين الذين يعيشون على الأرض وهم من أمة الدعوة، لأن الذين يعيشون على الأرض يسمون بأمة الدعوة، يعني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجميع. ماذا يصنع رسول الله؟ يستغفر الله لهؤلاء: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لأمتي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو رحمة للعالمين. نعم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيه قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها، يعني قبل أن يعذبها أو قبل أن تنتهي حياتهم، فجعله لها فرطا. الفرط يعني الذي يكون في المقدمة، ولذلك في الشرح الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه، يعني يتقدم الناس ليهيئ لهم المقام الذي سيكونون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم فرط لنا، يعني تقدمنا إلى الله عز وجل ليهيئ لنا مقامنا عند ربنا جل وعلا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال السمرقندي: رحمة للعالمين، يعني للجن والإنس، قيل لجميع الخلق،
للمؤمنين رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. هذا لأمة رسول الله الذي هداه الله وصار مسلما، إذا إسلامه عليه رحمة. طب والمنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أيضا رحمة الله به، أن الله أخذه بظاهره في دنياه ولكن سيعامله بما كان عليه في باطنه هناك عند مولاه. طيب والكافر أخر الله عذابه إلى يوم القيامة. هذا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو رحمة للمؤمنين والكافرين، إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. لأن الأمم السابقة كان رسول الله إليهم صلى الله عليهم جميعا وسلم، كان إذا غضب على قوم يقول: يا رب أنا صنعت ما صنعت ولكن لا أستطيع أكثر من هذا. سيدنا نوح قال: يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني خذهم جميعا عذبهم يا رب العالمين، إنك إن تذرهم إذا تركتهم يا رب يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. طب ماذا كان؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، عذبهم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأخر حسابهم إلى يوم القيامة، وهذا أيضا من رحمة الله بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. وحكي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة، فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا جبريل: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ يعني أنا وصفت بأني رحمة للعالمين، فهل أنت وأنت من العالمين أصابك شيء؟ قال: نعم، أنا كنت أخشى العاقبة، يعني أخشى أن تكون الخاتمة على يعني غير ما أرى الآن، يعني أخشى الخاتمة السيئة، ولكن حينما أنزل الله عليك وصفا لي أنا ذي قوة، يعني صاحب قوة، عند ذي العرش، يعني هذه القوة عند الله عز وجل، مكين أي متمكن من كل ما يريد أن يفعله، مطاع يعني حينما يأتي بالكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذه بكل طاعة لله. ثم قال: ثم أمين، يعني هناك هو أمين ومأمون في كل أوقاته. فلما قال مطاع ثم أمين قال: الحمد لله، هذه من رحمة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنزلت علي. يعني سيدنا جبريل أحس بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسلام لك من أصحاب اليمين. وسيدنا جعفر بن محمد الصادق يقول: سلام لك أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله عز وجل أكرم أصحاب اليمين وسلم عليهم إكراما لهم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي.
وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال كعب الأحبار وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: مثل نوره، أي نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إرجاع الضمير في مثل نوره، رجع الضمير إلى المعنى لا إلى اللفظ. ودائما أهل النحو يقولون إن إرجاع الضمير يكون إلى أقرب مذكور، أي من اللفظ، أو من المعنى إذا كان المقام يقتضيه. من المعنى إذا كان المقام إيه؟ يقتضيه. ودائما اللغة العالية هي لغة مقامات، يعني اللغة التي تكون على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة هي لغة المقام، وليست بلغة الكلام بنص الكلام، لما هي لغة المقام والبلاغة، وهكذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والحال هنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله نور السماوات والأرض. هذا النور جمعه رب العالمين في رسول الله، بدليل أن الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة، أي بنور يكون رحمة على كل عباد الله. ثم قال: مثل نوره، أي نور النبي صلى الله عليه وسلم. والمفسرون لهم يعني في هذا المجال أحوال. نعم. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. هادي، الله أهادي أهل السماوات والأرض، يعني الله نور السماوات والأرض، أي نور قلوبهم بهدايته. نور قلوبهم بهدايته، هداهم أي نور قلوبهم، فصاروا مهديين إلى الخط المستقيم. ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا، وأراد بالمصباح قلبه صلى الله عليه وسلم، والزجاجة صدره، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة، أي من نور إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل بالشجرة المباركة، وقوله: يكاد زيتها يضيء، أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت. وقد قيل في هذه الآية: غير هذا والله أعلم. يعني حينما درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدناه صلى الله عليه وسلم كالنور الذي ينور للمؤمنين ويعشي عيون الكافرين. الكافرون لا يرون هذا النور، فكأن نور النبي صلى الله عليه وسلم جعل عيونهم لا ترى شيئا. وقد قلنا في هذا المكان إن أم جميل، وهي زوجة أبي لهب، لما نزل قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قالت: ماذا؟ أنا حمالة الحطب؟ لا، لابد من فعل كذا وكذا بمحمد. ثم جاءت وهي تحمل شيئا في يدها حذرا، تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه سيدنا أبو بكر الصديق، فلما رأها سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، إن أم جميل في عينيها الشر، فاستتر منها يا رسول الله، يعني اذهب إلى مكان لتستتر. فقال صلى الله عليه وسلم: دعها يا أبا بكر. خلاص، طالما قال له دعها خلص. وظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وهي مقبلة، فأخذت تبحث بعينيها عن رسول الله، حتى جاءت إلى مكان قريب من سيدنا أبي بكر. وأين رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم كان بجانبه، لكنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم غطاها فما رأت رسول الله. ثم قالت: يا أبا بكر، يا ابن أبي قحافة، أين محمد؟ سكت. فلما لم ترى شيئا رجعت، فلما رجعت طبعا سيدنا أبو بكر الصديق فرح الحمد لله، فنظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت هنا يا رسول الله؟ قال: نعم. وجاءت أم جميل وما رأتك؟ قال: يا أبا بكر، إن أم جميل حينما أقبلت أرسل الله إلي ملكا فحال بيني وبينها. إن الله هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. يعني أي إنسان يريد أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يتولاه بالحفظ والعناية؟ الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنها لما كان منها ما كان أرسل الله إلي ملكا يحول بيني وبينها، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نقرأ شيئا من بردة المديح لسيدنا وشيخنا الجعفري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فقد وصلنا بتوفيق الله إلى البيت 18. هو يتكلم عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فوصل إلى قوله: فإن كل حبيب جاء قاصدهم لله حبا لهم تالله لم يظلمي. المعنى أظن يعني فيه وضوح وسيتضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كل حبيب جاء قاصدهم لله حبا لهم تالله لم يظلمي. هذا البيت مترتب على سابقه، لذا عطف عليه بالفاء. هذه الفاء تسمى بفاء التعليل، لأن كل حبيب محب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قاصدا لهم حبا فيهم، مخلصا في حبه لمولاه، تالله لم يظلمي، أي لم يعب ولم يأته شر ولا سوء. لماذا؟ لأنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب آل بيت رسول الله، وأحب آل بيت رسول الله حبا مخلصا لله. نعم. إذ يذكر فيه الشيخ أثرا من آثار المحبة، وهو أن كل من يقصدهم في ساحتهم حبا لهم واحتسابا لله تعالى يعيش كريما منصورا، لا يناله ضيم ولا يلحقه هوان. الضيم يعني الذل. والضيم الظلم والنقص، والمظلوم. وقد نفاه الشيخ مطلقا بلا قيد، ليشمل نفي كل أنواع الضيم وصوره عن المحب الزائر المخلص المحتسب، فذاك لا يضام في دينه ولا في ولده ولا في بدنه ولا في عمله. وأتى بهذا المعنى مؤكدا لوثاقته بنفسه، مؤكدا زي بعض، ولرد ما قد عسى أن يكون من إنكار منكر أو تكذيب مدعي، فقد جاء مؤكدا بالقسم وبإيثار حرف الجر التاء، وهي عند علماء العربية آكد وأفخم من القسم بالواو. ما هي أصل تالله والله بالله، القسم بلفظ الجلالة
يأتي بحرف الواو أو التاء، والله تالله بالله أو الباء. نعم. لاختصاص التاء بلفظ الجلالة دون الواو. أن ابن مالك قال والتاء لله وربي، يعني التاء حرف قسم وجر وهي مختصة بالله، تقول تالله أو ترب الكعبة، يعني خصت بهذين فقط، تالله أو ترب الكعبة. ولذلك قالوا إن القسم بها أقوى لأنها مختصة بلفظ الجلالة. نعم. وقد عبر الشيخ عن هذا المعنى كثيرا في ديوانه، فنراه يقول دعاؤكم بلسم تشفي الصدور به أو تشفى الصدور به، دعاؤكم بلسم تشفي الصدور به، تشفى الصدور به، يفوق أدوية الأسقام كالعسل، وما سمعنا محبا قد ألم به جور الزمان مع الأغيار والفشل. وقوله حاشا أرد كئيبا بعد حبكم، حاشا أرد كئيبا بعد حبكم، والحب حسن وعنوان السلامة، عنوان السلامات. وقوله لا أراني الله ضرا مذ جعلت المدح ذكرا. لأن شيخنا الجعفري في الحقيقة كان حبه صادقا، وما رأيناه يتكلم إلا في العلم، مع حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كاملا، يظهر هذا في درسه مع دقته في العلم، يعني ما رأينا عالما دقيقا في العلم كشيخنا الجعفري في زمانه، وأنا عاشرته 10 سنوات فما رأيت منه سوى هذا. ولذلك بعد أن توفي رحمه الله في يوم الاثنين، وذلك في شهر جمادى الثانية، وكنت أيامها في معهد القاهرة مدرسا، قلت إذن يعني مات شيخ زمانه وليس له من مثيل ولا ضريب، وربما يعني كان أشد علي من أي واحد انتقل إلى مولاه، إلا أنني قلت في نفسي ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ويكفي أن شيخنا أمتعنا في حياته كلها بالعلم ثم انتقل. فرأيته في النوم عند جده الإمام الحسين، فلما رأيته فرحت، قلت يقولون الشيخ مات، الشيخ موجود، وكأني يعني كنت أتخيل أنه مات. فلما سلمت عليه جلس، ثم رأيت نورا يخرج من فمه، وهذا النور كان موجها إلي، ثم انتهت الرؤية. قلت نعم ما شاء الله، أنا فهمت من هذا أنه يقول لي ما عندي أعطيتكه، فماذا تريد؟ إذن أنت عليك أن تعمل وأنا علي أن أستريح، أنا عند ربي وأنت خذ بيد الرسالة وعليك أن تقوم، ونسأل الله العون والتوفيق. حقيقة أنا يعني بعد موت الشيخ الجعفري قلت رضي الله عنه وأرضاه، من الذي يكون موسوعيا بهذا الشكل بعده؟ لأنه كان كواحد من الذين كانوا في القرن الأول الهجري، وعلى رأي الشيخ الغزالي رحمه الله حينما سألناه عن أحد العلماء الكبار، فكان دائما له عبارة يقول هذا صحابي يعيش في القرن العشرين، يعني هذا ممن يعيش كواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جعله الله بيننا في القرن العشرين
لنعلم أن نور النبي صلى الله عليه وسلم ممدود حتى تنتهي الدنيا إلى آخر لحظة فيها. وهذا ما قرأناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، وألبسنا ملابس أنوارك، خذ بأيدينا إليك في كل أمورنا، أنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى